بسم الله الرحمن الرحيم اسم ديالي هو سعيد عبد الرحيم الحرفه ديالي الاصليه هي الزواق على الخشب الاصليه القديمه عاوتاني داز واحد الوقت عاوتاني تعاطيت لهاد دي المهنه ديال الزجاج تقريبا هذه واحد العشر سنوات وانا في هذه المهنه هذه كنمارسها الحمد لله خديت فيها خبره كبيره وتمارسها باتقان الحمد لله هذه اللي هذه الحرفه هذه والصديق ديالي اللي كان في هاد المحل هذا كان صديق ديالي كنت كنجلس معاه ديما معاه كنت كنشوفو كيفاش كان تيخدم كنت هذا دخلت معاه الخدمه شارك سنوية ودخلت ثانوية و... وتعلمت الصناعة الحمد لله أصلا هذا الزاج كيتعتمد على النقرة النقرة هو الأصل ديال الزاج وديال المراية ملي كتكون المراية فيها النقرة مزيانة صافي هي اللي كتعطي داك النصوعية اللي كتعطي لك كانت النقرة فيها ما مزيانش ما كتكونش المراية مزيانة عارف هذا هو السر ديالها كتبقى خلاص كيتبقى داك العمل ديال الماكينه ديال النقيش ديال الجزاج من تلقى ديالو والعمل ديالو والهندسه ديالو هذاك هو اللي دي هو العمل الكبير لا حنا اللي كنبداو حنا اللي, اللي كان كل كل وقت وكان كان حتى مع كنمرسوا مع الوقت كل ما تقدم الوقت كل ما كانت شي زواقه ولا شي حاجه كنحاولوا نبتكروا شي شي زواقه جديده باش عاوتاني كنخترعوا شي حاجه جديده اللي كتمشي مع عاوتاني مع الوقت لا بدا كاين زواق جديد عاوتاني لا كل في كل وقت كاينه منافسه من الشنواة ولكن الحمد لله الاصل ديال المرايا البلديه واخا يمشيو الشينوا ويمشيو للهنود ما يوصلوهاش كتبقى ديما هي الاصاله ديالها تيبقاو يدوروا الناس مع هادشي ديال المرايات الرومي اللي كيجيو كي لكن كتبقى المرايه البلديه هي الاصل ديالها دي هي لما كانتش هي في الصالون ما كانتش في الدار ما كاين والو اما هذيك الروميه كدوز واحد الوقت كتبهت ما كتبقاش ما كتبقى الصالحه لان يعني شنو درتك في الاول على النقره هي الاصل ديال الخدمه كلها هذه المرايه وما عندهم نقرا ناقصه ما حنا كنتقوها بيدينا كنعطيو باش كتعطي المرايه النصوعيه ديالها وكدوم واحد الوقت كبير اما هما صوب صوب وخصهم هي التجاره من اجل التجاره حنا كي قبيله مدينه فيها ناس فنانه في وفيها ناس كيتقنوا العمل ديالهم هكاك حنايا اي صناعه في, ايه في المغرب كتقد كيكون الاتقان اما السلعه اللي كتجي على بركه كرامة ولات معروفه هادشي الشيني ولا شي حاجه راه معروفه بلا ما بلا ندخلو في التفاصيل ديالها ديما النقره كتمشي على حساب الذهب هي ملي كي كيطلع الذهب كتطلع النقره حتى فيها واحد الثمن غالي وخيالي واكثريه مع لي برودوي اللي كيتطلقوا معها باش كتصوب النقره حتى غاليين وهذا هو السبب باش كتشوي المرايا ولات ساعة ساعة كتطلع في الثمن ديالها فهاد السنوات الأخيرة هادي من بعد ملي جات كورونا لهاد الوقت هدا مبقاش داك الإقبال اللي كان شحال هادي حتى الناس ما بقاش عندهم داك الامكانيات باش يديروا مرايا بلديه ولا يديروا شي شي ديكور مزيان في الطرف هذا الشكل ديال الزجاج ولا كاين شي تراجع وداك الشيء اقبال قليل ولكن تنطلب الله من بل القدام ان شاء الله تطلق الخدمه والدور الحركه ويكون اقبال ان شاء الله بحول الله على حساب المرايه وعلى حساب النقيش اللي فيها وعلى حساب الزواقه اللي فيها كل مرايه وكتل الا كانت مرايه صغيره كتبدا من داك 500 600 درهم صغيره غير بالحق وكتوصل حتى للمليون جوج مليون على حساب لك الكبر ديالها وكانت فيها النقره مزيانه وكانت الاتقان فيها راه كتوصل حتى الثمن هذا كتكون مرايات بطبيعه كتكون كبيره الناس اللي كيمارسوا المهنه كيصوبوا الجاج بيديهم وتينقشوه والناس اللي كي كياخذوا السلعه و تيبيعوها باش تفرق ما بين الصنايعي بوحدو والبياع الشرعي بوحدو تكون ماني نقول لك بياع موجودين اللي كيبيعوا في مدينه فاس كثير ولكن الصنايعيه اللي كيصاوبوا المرايا و تينقشوها و تيطلقوا لها النقره و تيبدعوا فيها هما اللي قلال اللي كيصنعوها من الاصل ديالها هما اللي قلال لا مدينه فاس هي الأصل، هي منك ياخذ كينباع كل شيء كاع الاصل ديال الصناعه التقليديه في المغرب كله كتنبع من مدينه فاس المدينه القديمه دابا يا كلشي كاين اي اي مهنه أي صناعه لابد يكون فيها متطفلين ولكن داك المتطفل كاي كيخدم يلا واحد الوقت قصير كي ما يستمرش لان يعني الاصل ديال الصناعه والصناعي هو اللي كيستمر كي تيكون معلم تيبكيستمر مع الصناعه تيبدع فيها وتيكون وتي... هو هو اللي كيخدمها كي في, الم... في المدينه نعم هما المتطفلين كاينين ماشي في الصنايعي لا باش يخدم باش يخدم للمرايه لا ولا يصنعها ما تيكونش متطفل لكن باش يخدمها راه خصو يكون صنايعي ولا معلم اما متطفل تيكون عليها اللي تيكون تيبيع ويشري فيها هذاك هو تنقولو شويه متطفل ولكن الله يسهل على كل واحد لا بغى شي واحد ياخذ السلعه ويبيعها هذاك حر ماشي مشكله هذا هو اللي كاين ما تنساش دير ابوني الفيس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد